هذا عمل استخباراتي كبير وعلى درجة عالية من القوة إذا صح التعبير، ما رأيك؟ صحيح، يعني هي عملية يعني مبهرة بالأداء وسابقة في التاريخ العسكري والتاريخ الأمني وتاريخ العمليات الأمنية، يعني عملية فعلا يعني خارقة إذا صح التعبير. هلأ هي صفقة تم استيرادها، استوردها حزب الله ربما مؤخرا، صفقة مزودة ببطاريات ليثيوم، وهو كان الهدف منها استبدال الاتصال عبر أجهزة خلوية من خلال هذا الأسلوب الذي كان يعتقد أنه آمن. هذه الصفقة ليس بالضرورة أن تكون المصنع هو الذي عمل على تفخيخها، ربما تم استبدالها على خط سيرها بأدوات بديلة ولكن مفخخة أو ملعوب بها. يعني إذا كان فعلا قد تم التلاعب بالصفقة فهذا قد يكون اختراق إلى دائرة أوسع، دائرة بالخارج. لا ندري من أين أتى حزب الله بهذه المجموعة من الأجهزة، كيف استوردها، من هو الذي باعه هذه الأجهزة أو زوده بها. نحن الآن نتكهن سيدي، ولكن أنا كل ما أقوله أني أستبعد أن يكون العمل سيبرانيا بحت. يعني إذا كان سيبرانيا بحت فهو كما يروى أنه تم إرسال تدفق كبير من الرسائل في وقت واحد بهدف إحماء بطارية الليثيوم وتحويلها إلى متفجرة. يعني هذا احتمال ضئيل جدا، لأنه جميعنا نملك أجهزة خلوية وجميعنا أجهزتنا مزودة ببطاريات ليثيوم.